افتتحت منافذ السلع الغذائية خير مزارعنا بحديقة الأورمان بالجيزة ويأتي هذا المعرض في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان المبارك وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني من هناك أحمد ما الذي تضم منافذ السلع الغذائية خير مزارعنا من سلع ومدى مناسبة أسعارها للجمهور؟ نعم مشاهدينا الكرام نحييكم من داخل حديقه الارمان بالجيزه حيث معرض خير مزارعنا لاهالينا الذي شهد اقبالا كبيرا منذ صباح اليوم بعد افتتاحي هذا المعرض الذي يقدم تخفيضات كبيره جدا للجمهور والمواطنين استعدادا لقدوم شهر رمضان كل عام وانتم بخير نحن نتحدث عن 25 عارضا يقومون بعرض منتجاتهم باسعار مخفضه كبيره جدا للمواطنين نحو 300 سلعه من مختلف السلع التي يحتاجها المواطنين ب سواء من الدواجن أو اللحوم أو الأسماك أو السلع الأساسية أو أيضا الزيوت والسكر والأرز بتخفيضات كبيرة جدا للمواطنين وهذا يعزو إلى أن وزارة الزراعة تقوم بنقل هذه المنتجات والتي هي من إنتاج خالص لوزارة الزراعة من أراضي وخير مزارع وزارة الزراعة للمستهلك والمواطن بشكل مباشر بدون أي تدخل للوسطاء في نقل هذه المنتجات او السلع الغذائيه للمواطنين. هذا المعرض مستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، اعداه الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وبالتوازي مع هذا المعرض الذي مقام هنا في حديقه الارمان بالجيزه، افتتحت ايضا وزاره الزراعه بالتوازي مع هذا المعرض العديد من المنافذ الخاصه بوزاره الزراعه في مختلف انحاء الجمهوريه ومحافظات المواطنين. الجمهورية وتقدم أيضا هذه المنافذ هذه التخفيضات الكبيرة التي تصل من 25 إلى 40 في المئة تخفيفا عن المواطنين ولكي يشتروا كل ما يحتاجونه من منتجات وسلع غذائية في شهر رمضان نتابع معكم لحظة بلحظة هذا المعرض معرض خير مزارعنا لأهلينا الذي افتتحته وزارة الزراعة تنفيذا أيضا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم تخفيضات كبيرة للمواطنين لاستقبال الشهر الكريم كل عام وأنتم بخير مرة أخري واليكم زملائي في الاستوديو